السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه النهارده؟ فيديو المكنه البرازر اللي اتكلمنا عنها اول امبارح، اللي هي موديل 565. فيا جماعه يا ريت بس الناس اللي بتكتب التعليقات ما تظلمنيش، لان انا ساعات بيجي لي المنتج وبجربه، والله العظيم والله العظيم بتبقى الشركه لسه ما قالتليش السعر. يعني انا بحاول ان انا بس اوصل لكم المعلومه، ولو في زبون طلب من المكنه انا ربنا يعلم انا بعمل ايش. انا اجيب سعر المكنه، وساعات بيبقى اغلى مما انا هاخدها شويه، يعني ممكن تبقى زايده 100 200 بس عشان بحاول اراضي الزبون. ما تنسوش يا جماعه الاشتراك والشير واللايك. والنهارده بقى انا هجرب لكم المكنه زي ما انتم متعودين مني. المكنه دي من جوه كوك معدن زي ما قلنا، والنهارده طبعا انا هبدا معاكم طبعا زي ما بنبدا كل مره. انتوا اخواتي طبعا وحبايبي، فانا بحب اطلعكم على اي حاجه هنا، خدوا بالكم بقى معايا. وبحب اشكر من الفيديو ده الناس اللي هي بتكتب لي التعليقات، اللي هي بتقول لي ان الشرح بتاعي ممتاز جدا وجميل. انا من غير طبعا ما اذكر اسامي عشان ما حدش يزعل، انا بوجه لهم الشكر والتحيه والتقدير. بشكركم جدا على تعليقاتكم، بتفرحني والله، وقد ايه انا ببقى متحفز واصراري بيزيد ان انا بدفع فلوس بزياده واجيب منتجات عشان افرجكم عليها. الحمد لله اخر ايام التفاعل كان كويس، شحن المكن. يعني المكن دي يا جماعه انا بصورها لكم، وفي ناس طالبينها هتتشحن لهم. المكنه دي يا جماعه انا هقول سعرها النهارده. في منها 100 واط وفي منها 210 واط. ال 100 واط ب 2500 والتانيه ب 2850. فحابب اقول لكم ان طبعا في خصم وفي هدايا، ما تنسوش. وما تيجوا اسالوا عن ابو سليمان ورقمي 011-53-82-3046. الناس يا جماعه اللي بتقول تليفوني مقفول، والناس اللي بتقول ان انا ما بردش على الواتس، والله يا جماعه غصب عني. انا قاعد دلوقتي بصور لكم في المعرض عندي في المكتب، مش في المحل. المكتب ده ما فيهوش شبكه خالص، ولا المحل في شبكه، فانا بستنى اما اروح اشوف الواتس برد على كل الناس، واسف جدا للناس اللي انا متاخر عليها في الرد. نرجع تاني يا جماعه، مرسوم هنا يا جماعه، بصوا خدوا بالكم معايا، الاي والبي والسي. اي بي سي دي يا جماعه، يعني الاي دي غرزه ضيقه، البي وسط، السي واسعه. نيجي هنا بقى عند المكنه، هنبدا مثلا بحرف ايه يا جماعه؟ الاي مثلا. الاي اي دي، طبعا انا كنت بجرب من شويه، انا بكمل تجربه. بصوا بقى يا جماعه، ده الاي غرزه ضيقه جدا اهي، واضح لحضراتكم الغرزه ضيقه. لو جيت مثلا عند السي هتديني العكس، تديني الغرزه الواسعه. بصوا يا جماعه كبرت ازاي اهو، شايفين يا جماعه الغرزه كبرت اهي زي ما واضح معانا هنا في الصوره، تمام اهي. نبدا طبعا زي ما احنا متعودين من خلي بالكم يا جماعه، انا في حاجه اكتشفتها والله العظيم ما كنت اعرفها، ان المكنه طلعت سريعه جدا، ودي حاجه مفرحاني جدا. في ناس بيستقلوا بحجم المكنه، بس المكنه سريعه جدا. لو جبنا الدي هنا تعمل لي الايه، شكل الزجزاج اهو يا جماعه، شكل الزجزاج اهو. طيب على طول يا جماعه لازق في حرف الدي حرف الاي اهو يا جماعه، زي ما موضح هنا حرف الاي جنبه، هنشوفه برده هيعمل ايه. هنجيب الاي، بصوا بقى يا جماعه، الاي عمل زجزاج بس اكنز من التاني واضيق اهو، مختلف عنه اهو يا جماعه، اهو واضح جدا اهو. ده ضيق شويه اهو، ده اوسع منه شويه اهو يا جماعه. طيب هنبدا نجيب حرف الجي يا جماعه، الجي اهو، جبنا الجي، ده شكل فستون اهو يا جماعه، تحفه يا جماعه، حرف الجي تحفه. ادي حرف الجي يا جماعه اهو. طيب اخواتي واهلي، ما تنسوش تفعلوا الفيديو وتعملوا له شير وتضغطوا لايك،
هنكمل مع بعض حرف الاتش. هي دي الاتش يا جماعة. جميل. برضو هو شبه التاني، شبه الجي بس مختلف عنه سنة، يعني لو ركزنا قوي هنحس باختلاف، اختلاف بسيط شوية. لو جبنا حرف الاي، الاي ده يا جماعة بيرسم رسمة الهلال اهو، ده الاي اهو شايفينه أهو. دي رسمة الاي. وهنجيب رسمة الجي، دي رسمة الجي. هنجيب رسمة الكي، زجزاج مفتوح يا جماعة اهو. طبعا انا شرف ليا ان انا بعرض فيديوهاتي على حضراتكم، شايفين اهو. بشكر يا جماعة اهل المنصورة، شكر خاص ليهم. ناس بصراحة اتفاعلوا معايا وسندني كويس جدا. حتة اسمها سلكة في المنصورة، الناس دي كلها جماعة على راسي، بشكرهم من عبر الفيديو بتاع المكنة البرازر 565، وسلامي ليهم ولكل اهل سلكة في المنصورة. وبرضو بنشكر انا، في حد جميل تعليقاته موجودة عندي في كل فيديوهاتي، برضو بدون ذكر اسامي عشان محدش يزعل، هو استاذ فاضل من هنا على طول يا جماعة، بيكتب لي تعليقات جميلة ويعني بتخليني بصراحة ابقى مبسوط جدا، وبتخليني ان انا ابقى سعيد، وبحاول على قد ما اقدر ان انا اوصل لكم كل جديد. العروة هنا يا جماعة على 3 مراحل. بمعنى ايه؟ احنا عايزين دلوقتي نجيب عراوي اهو زي ما حضراتكم شايفين. بصوا يا جماعة الزرار ده كمان بيتشال وبيتحط، لو حد حب ان هو يغير البكرة يعني سهلة، بتطلع كده وبتدخل تاني. هنجيب العراوي يا جماعة، نبدأ برقم 1 اهو زي ما موجود هنا اهو، العروة 1 و2 و3، ده 1 اهو. نبدأ نمشي شوية بواحد، تمام، يعمل خط، بعد كده 2 بتعمل القفلة وهي واقفة مكانها، بعد كده 3 بترجع لورا، شايفين يا جماعة اهو كده. عملت العروة زي ما حضراتكم شايفين، طبعا معايا الفتاحة، بدخل الفتاحة هنا اروح فاتحها. هنسيب المكنة على الخياطة اللي هي الوسط مش الواسعة، في فرماتورة متنسوش الفرماتورة اهي، الفرماتورة دي يا جماعة اللي بتعيد على الخيط اهو، بدوس بترجع بسيب اهو زي ما حضراتكم شايفين الفرماتورة. بصوا يا جماعة الفرماتورة، شغل الفرماتورة اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو، اهو يا جماعة الفرماتورة، شايفين يا جماعة عبة خيط اهي، عبة خيط اهي، مكنة جميلة جميلة جميلة، سرعتها يا جماعة عجباني، المكنة سرعتها عجباني وهتعجبكم. والفيديو الجاي بقى انتظروني، المكنة الشيكو او الشيو، هي ليها كذا اسم يعني يا جماعة، بتتنطق اهو شينبو وشيكو وشيو. الشركة يا جماعة قال لي ان دي ليها 3 اسامي بس، هو يعني شينبو، انا بختصر بقول شيو. مكنة طبعا جالي منها شوية حلوين، مكنة جميلة. الفيديو الجاي يا جماعة عنها ان شاء الله انتظروها، مكنة كويسة جدا من مكوك معدن. المكان ده يا جماعة مش موجود عند حد الحمد لله غير في محل الحاج سليمان، وهستناكوا تيجوا تنوروني. ويا جماعة الناس اللي بتكلمني اعمل فيديوهات على المكان الاوفر، لضمة المكان الاوفر يا جماعة بتبقى محتاجة وقت، ومحتاجة ترابيزة، ومحتاجة شمعدان، فالموضوع صعب عليا شوية، بس هحاول اوعدكوا ان انا اخلي فيه حد شغال معايا في المحل ان شاء الله، يحاول يلضمها ونجيب الشمعدان، ونحاول نلضم 3 فتلة او 4 فتلة او 5 فتلة.
مستنيكوا واسألوا عن الخصم، هستناكوا وانتظروا المكنة الشيو الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.